ما عرفت مشكلة الكولجي. الشباب اللي ماتوا ناس ابراهيم بامبينو ناس 20 سنة حاملين سلاح، في واحد ابتكة جنجويدي ابتكة كتلو بس سبلالة ساي كده كتلو بس. انت لا ما قدرت تحدد الجهة اللي كتلت الناس دي، الجهة منظمة ولا الناس دي المواطنين عاديين، ما قدرت تصل للإجابة البسيطة، تجي تديه متي شرعية عشان يحكم الشعب السوداني. أيها الجبان كلام فارغ يا أخي، ما قدرت تصل يا أخي. أبراهيم بامبينو شباب رفاق، ناس نيرين جدا، شباب أصيلين جدا، شرفاء، 20 سنة قاعدين بيقاتلوا من أجل مواطن المساوي، من أجل دولة زي الناس. ها الليله كتلهم في كل جزول ساي جنجويد رباتي ساي لابس له ابتكه وشال له عشان كتلهم ساكت. انت من همتي ما قدرت تصل لاجابه صغيره، اجابه صغيره يا همتي، ورينا زول الناس اللي كتلوا الناس دي المواطنين ولا منظمين، ما قدرت تصل لاجابه. تيجي تسلم ليه لهمتي دو اي تسلم لهمتي الدوله كلها، وهو قاعد لي مجلس سيادي ولا الوسخ ده قاعد لي بالرئاسه حمدوك وهمتي بالرئاسه مرحان وهمتي، شنو تجيبون ده؟ يلا أن أبو السلطة ويلا أن أبو ده الكلام الفارغ، ده كلام فاضي يا أخي، ده كلام فاضي يا أخي، ما عبارة بقيتوا مرتزقة بصورة واضحة يا أخي، ها؟ كلام فاضي، كلام فاضي. تتبلوا لحمدوك ده ولا عفوا للبرهان ده، تتبلوا للبرهان ده عشان يجي يحكم تاني شعب السودان 20 سنة، ها؟ بعدين خلاص فترة الانتقالية انتهت خلاص، باشيتين يلبس لك كده زي ما بيقولوا كرفتة ويجي يترشى زي سيسي، عمل توالي خلاص تاني يسوى الشعب السوداني 30 سنة لقدام على حسابنا نحن، وانتو السبب، انتو قدمتوا للزول ده السودان بالطبق من الذهب ام نادر فوق. كلام ده واضح، انتو بس اوي نفاق ده خلوه يا زول، انتو بس والله لو ما يتساموس بتاعكم ولا الشيء الفارغ اللي سويتوه ده، والله برهان ما يعمل انقلاب، والله لا يوم الدين ما يقلب، والله ما يقلب. ولو ما لقى الضوء اخضر منكم انتوا الناس اللي عندكم جيوش وسلاح، والله ما يقلب دايما الدين. كلام فارغ يا اخي، بقيتوا مرتزقه يا مالك اقر. انا اول مره في حياتي، اول مره من ربنا حلق الدنيا، الرئيس نائب رئيس حركه في السجن، ها؟ لا بيان، لا نستنكر، لا ندين، لا كلام ساكتين، وكمان مع الاسد تطلع تمشي تتمي، ونائب رئيس حركة في السجن مسجون، لا تقدروا تستنكروا ولا تدينوا، ده كلام فارغ والله، انتهازية في أفحى صورة يا أخي، ده كلام فارغ يا شباب، ده كلام فارغ يا أخي، ده كلام فارغ. أن هنا ناس الزمان بيقولوا لنا يا حركات دي حركات انتهازية ومرتزقة وبتاع، كنا غادي نشاكل ما بنقبل الكلام ده يا أخي، كنا نشاكل والله العظيم وخصم بالله لازم واحد بشاكل لدرجة ذاته هو بيخجل من نفسه ليه قاعد يشاكل كده، لأنه الكلام ده كان بيستفزه. لكن انتوا جيتوا أكدتوا للناس ده، انتوا جيتوا أكدتوا للناس اللي كانوا بيقولوا كده بالفعل يعني، انتوا جيتوا أكدتوا بالفعل وعمل يعني، انتوا بقيتوا مرتزقة بأمانة يعني. وين الناس التايب؟ وين الناس القاعد؟ وين الناس الشايلين سلاح؟ ليه ما اتمردتوا على القادة دي؟ ليه ما اتمردتوا على القادة المتبلاتية اللي بتبلوا الانقلاب اسكالي؟ مواطنين أزل يا أخي يطلعوا في الشوارع يقتلون بالشاشات يا أخي، انتوا ساكتين يا أخي، انتوا ساكتين يا شباب يا أخي، ساكتين وقبلانين بالشغلة دي يا أخي. يا عملية النضالية ما كده، نضال ما كده يا أخي، نضال عبارة عن أمل إنساني، إنسانية يا أخي، وين المبادئ الإنسانية في الموضوع ده يا أخي؟ مواطنين أزل بقتلوهم بجزروهم، انتوا ساكتين يا اخي، تصفقوا للانقلابيين، تصفقوا للشيء ده. ان احنا لما نقول يا اخي ما دايرين دوله، ان احنا لما نقول دايرين دوله مدنيه ما نقصد ناس القحط، ناس القحط ده للجحيم يا اخي، سلك ومعاه ديلك شنو تنشغل ديلك الوزراء ديلك كلهم الى الجحيم ان شاء الله ثاني ما يرجعوا صح السودانيين. ان احنا نتكلم عن المؤسسات يا اخي، ان احنا نتكلم عن المؤسسات، ان احنا نتكلم عن المؤسسه المدنيه، دولة المدنية، أنا نتكلم عن المؤسسات ما عن الأشخاص يا أخي. توس في قاحت وناس قاحت، وأربعة طويلة ولا خمسة طويلة ولا تسعة طويلة، إلى الجحيم كلهم، كلهم يذهبوا إلى الجحيم. أنا بتكلم عن المؤسسة، أنا بتكلم عن الدستور. ما خلاص ما يجينا دكتاتوري زي 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 ما يجينا دكتاتوري زي برهان ده بكرة يكتب قوانين من راسه زي ما هو داير ويمشي يطبع الناس ويقتل الناس زي ما فضل الاعتصام، ها؟ فضل الاعتصام يا اخي، دنيا ايد، نهار الايد يا اخي، نهار ايد يا اخي، قتل اولادنا يا اخي، اولادنا اصل يا اخي، اولادنا وبناتنا اغتصبوهم، قتلوهم، جدهم ربطوهم ما عرف توبه وشنو حاجات، جدهم في البحر في النيل. انتوا تجوا هسه تصفقوا للمجرم ده، تصفقوا للمجرم ده ذاته، نفس المجرم ده
نفس الزول، نفس الزول اللي قتل ولدك، شال الروح الفاتحة وجلدك، حاكم بلدك رمز السيادة، نفس الزول، نفس الزول ذاته. انتوا جيتوا صفقتوا له، سلمتوه السودان، وانسان السوداني بطبق من الذهب عشان يسوقنا تاني ويخربنا ويعمل حاجات كتيرة كعبة لكده. كلام فاضي يا اخي، عملية النضالية ما كده يا زول. ها؟ كيزان جبتوا كيزان، ده الأسوأ من الناس الزمان، أسوأ. برطم، برطم ده ده ده, ده سمسار، أسوأ سمسار على مستوى التاريخ السوداني. ده سمساري، ده كلبي ده. ها ده جايب على فكرة بورتون ده، بورتون ده أبو القاسم، بورتون ده جايب بطلب خاص من إسرائيل، من موساد، موساد جاي في المجلس السيادي الجديد ده بطلب من موساد عديل كده، ده كده طوالي لازم يجي زول. ده سمسار ده 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 أكبر عميل، ده 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 عميل البديل لنجوى قداح الدم الكتالوها، خلاص زمنها انتهى زي ما بقول. هوي عم نادر، هو ده كلام فاضي يا أخي. دارين تقولوا شنو لأمهاتنا وأخواتنا وأبهاتنا القاعدين في المعسكرات، القاعدين في المعسكرات، ها دارين تمشي تقولوا ان احنا بقينا مع حميتي وبرهان الرب الفوق ده، زول الاداء الربانيه في اهلنا، ها يعني هي شغله هي كده، يعني شغله هي كده، يعني خلاص كده، يعني خلاص الجرائم دي كلها راحت، يعني خلاص فد الاعتصام، تسليم المجرمين لله، هاي حاجات دي كلها راحت وانتوا السبب. ما حكومة دي أيامها قليلة، أيامها قليلة، لأنه حكومة مجرمين، وزي ما قالوا ما يدافع للمجرم إلا المجرم، وما يدافع للفاسد إلا الفاسد، وما يدافع للحرية إلا الأحرار، وكل يعلم عن ماذا يدافع. فنحن ندافع عن الحرية لأننا أحرار، ونزل أحرار ليوم الدين حتى يرس الله عرضه من عليه، ما نطبل كلام فاضي. خزلتونا، خزلتونا والله، تعبوا من شئتم أو تعوا من خفتم، فالزاهفون إلى الفجيئة أنتما فقط أفهموا أن لا وثيقة ولا وفاق، أن لا حقيقة ولا نفاق، تخفي عن الأجيال أورى من دفنتم من الرجال. للأسف الشديد كلام ده فارق يا ابن نذر فرد، كلام فارق يا أخي. وين القادة الموجودين؟ وين القادة الموجودين ما يتمردوا على ديل يا أخي؟ يا اخي ديل 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 دمروا تاريخكم النضالي يا اخي، ديل دمروا تاريخكم النضالي، بقيتوا عبارة عن بيت في الصلاة يا اخي، سلموكم للناس يا اخي بطبق من الذهب. ها ديل ما جردوهم زي ما ناس حركة شعبية جردوا مالك اجار وارمان، خلوهم لك كده في ساحة زي ما بيقولوا كبيرة برام، بس جردوهم ناس من ناوي وناس جبريل طاهر حجر اكس زد، جردوهم من رئاسة الحركة، خليهم يشوفوا مع ربهم وين. كلام فاضي، جردهم زي ما جردوا مالك أجار. مالك أجار ده ما قبل يوم خدت يده في حركة شعبية، بيجا بيفصل زي ما داير وبيعمر زي ما داير ويكتا زي ما داير، لكن جردوا خلوه لك كده براو، جردوا لك من الحركة خلوه براو كده، لا في بص راسه ضرب. ديل ما جردهم يا سادة الجيش، يا أيها الجيش، ها جردهم، أن إحنا عشمانين فيكم، جردوا ديل خليه يشوفوا مع ربهم وين، لأنهم مرتزقة، مرتزقة والله، مرتزقة، هتزلون مرتزقة، ارتزاق مبدأ وانتم مرتزقة. ترين انا نبدأ من باب القبيلة، توص في القبيلة وتوص في حاجة اسمها الجنس والارق. يلا عندنا مبدأ انساني، اطفال يا اولاد يا اخي، مواطنين اصل يقتلون في الشوارع يا اخي، وانت تصفق للمجرم ده يا اخي، وانت تقول انت طيب انت قاعد تنادي لشنو يعني؟ انت منادي من مبدأ شنو يعني؟ عشان تصل للسلطة؟ عشان تلقى كرسي يعني؟ ده كل ندالك سنين الفاتت انت قاعد تنادي شايل سلاح بس عشان تصل لكرسي، فلتحرك كل الكراسي وليبدأ الوطن شامق في رأس الجميع. كلام فاضي انتو، وخصم بالله عار، كلام فاضي يا اخي. احنا ناس عندنا قضية يا اخي، بلا قبائل بلا دارفور بلا بتيخ، اي احنا قاعدين ننادي عن انسان بغض النظر عن انتمائه يا منطقة ولا كده. كان إنسان السودان ده كان بيجا في دمازين ولا في مدني ولا في مروي ولا في حلفة ولا في دارفور، ده إنسان سوداني ما يموت في مقام الأول. كلام فاضي، مع الأسف الشديد يجيك 300 رسالة في الخاص يا كامل، يجيك مع أولادكم. مع الأسف الشديد أنا أقول الكلام ده هنا، يجي يقول لك يا كامل أنتوا لازم تصفقوا لأولادكم، لأنه خلاص بيجوا في السلطة، فلتحرق السلطة ولتحرق أنت ذاتك. نحن قاعدين نتكلم عن مبدأ ثوري يا أخي، قاعدين نتكلم عن دولة المؤسسات، أنا قاعدين نتكلم، قاعدين نحلم بدولة ما في حاجة اسمه ديل أولادي ولا ديل أولادك، ما في حاجة اسمها دي قبيلتي ولا قبيلتك. أنا هنا قاعدين نتكلم عن دولة إن شاء الله يجيبوه، لا مؤاخذة يجيبوه، هما السوداني بعقله ممكن يسوق
احنا قاعدين نتكلم عن دستور، احنا قاعدين نتكلم عن كونستيتيوشن، احنا ما قاعدين نتكلم عن شغل بتاع قبيلتي قبيلتك، كلام فاضي. لازم نطلع من الاطار يا جماعه، يا جماعه الزعل ده خلوه، لازم نطلع من اطار الزعل، احنا نفكر بصوره كبيره، لازم نفكر بصوره واسعه. قاعدين نعلم بدوله مواطن، دوله المواطن، دوله ما في، دوله ما فيها زول ينزلم من على اساس ارقي ولا جنسي ولا انتماء جغرافي ولا والى اخره. احنا قاعدين نتكلم عن دوله، دوله القانون، احنا قاعدين نتكلم عن دستور زي الناس. الكلام ده فاضي. مواطن سوداني يموت، مواطنين سودانيين أزل يموتون في الشارع بالرصاص من الجنجويد ومن المرتزقه ومن والى اخره.